أهلا، اسمي ماوية، قائدة نادي التصوير، واليوم بحكي لكم عن تجربتي. كثير كنت أسمع بالأندية الطلابية في سنواتي الأولى في الجامعة، بس ما تخيلت بيوم من الأيام بمسك إحدى قيادات الأندية وتكون تجربة رهيبة. كنت أحس الأندية شيء مو مرة مهم، وأن أهم شيء الواحد يركز على درجاته ودراسته، وبعدين تعرفون كلنا ما عندنا وقت. طبعا هذه الحجة الأقوى عند الإنسان. حصل بيوم من الأيام أني قررت أمسك قيادة نادي التصوير، بما أني مصورة وأحب هالمجال وأحب أني أعطي فيه، فليش لا أجرب. هالكلام كان بداية السنة اللي فاتت، وهذه الحمد لله ثاني سنة لي بقيادة نادي التصوير. أتوقع ما يحتاج أقول لكم كيف كانت التجربة حلوة، بما أني للآن فيها وناوي أكمل بإذن الله للسنوات الجاية. ما أكذب عليكم وأقول لكم كانت سهلة، لا بس مو مستحيلة بعد، فيها تحديات كثير، بس المهم كل تحدي نواجهه نتعلم كيف نصير أقوى ونعديه. باختصر لكم التجربة بكلمتين، شفتوا لما نقرأ ونحضر دورات عن إدارة الوقت، ترتيب الأولويات، ضبط الانفعال، التعامل مع مختلف أنواع الشخصيات، وأمور كثير غيرها، كلها أمور نظرية ما لم تطبق على أرض الواقع ونتعلمها من خلال التجربة، وكلنا بنواجه هذه الأمور بشكل أو بآخر على مدى الحياة. عندكم خيارين، إما أنكم تنتظرون حتى تواجهون هالأمور خلال وظيفة عمل مثلاً ووقتها تتعلمون، أو أنكم تشتغلون على نفسكم من الآن وتمسكون قيادة نادي. أنا أضمن لكم أن بتتعلمون أشياء مرة مرة كثير. ما أقول أن قيادة الأندية هي الطريق الوحيد لتعلم هالأشياء، بس هي واحدة من أهم الطرق. التجربة دي عرفتني بأشخاص فنانة وموهوبة، أشخاص ممتنة جداً لمعرفتهم، وكل سمستر أنبهر بالبنات والتيم اللي معاي، اللي لولا الله ثمهم ما كان حققنا ولا شيء في النادي. كانت واحدة من الأشياء اللي أطمح أني أوصل لها هي أني أخلي اللي معاي يشتغلون بدافع الحب للعمل، وواحدة من البنات قالت لي في نهاية السنة اللي فاتت، كنت الليدر اللي تخلينا نشتغل بحب، وهذا شيء أنا جدا فخورة فيه. آخر شيء بقوله، لو يرجع فيني الزمن لأول سنة في الجامعة، ما كنت بتردد أبدا بإني أمسك القيادة من أول سنة لين ما أتخرج.